أنا على استعداد أنه أطلع وياكم ووظف خبرتي العقارية بخدمتكم إلى أن نلقي العقار اللي يناسبكم، وتأكدوا راح نلقاه. باسم المحبة والجمال وخضرة الربيع الكندي الرائع، نلتقيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مرايا عربية. وكما وعدناكم في الحلقة السابقة، سنقدم اليوم مجموعة أخرى من أغاني الفنان مراد السويطي، والتي قدمها لجمهوره الفلسطيني في مدينة تورونتو. البلبل الصداح، ولما عرفنا ما حباب القلب جينا مع زفتكم وتكون الخيام غرب جناح الطير.
برنامج عراقي التلفزيوني يقيم الحفل الاجتماعي الأول له في مدينة تورونتو. يحيي الحفل المطربة داليا، المطرب فريد خامس، عازف السكسفون جونسون، ولأول مرة في أونتاريو الفنان سيروان ياملكي، إضافة لفقرات من الرقص الشرقي، وذلك في قاعة نادي السلام في مدينة تورونتو يوم السبت مارش 24 الساعة 8 مساء. تباع التذاكر في محلات سومر، محلات المنى، وللمعلومات 416-833-3345-647-834-4304. أعزائنا المشاهدين، تعالوا معنا لنشاهد سويا الحلقة الرابعة من فقرة عقارات، والتي يقدمها لنا وكيل العقارات السيد خالد مرزا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فقرة عقارات. بهذه الحلقة راح نحكي على موضوع جدا مهم، وهو عملية تقديم الأوفر عند عملية الشراء. أنا في وجهة نظري كوكيل عقاري أعتقد هذه العملية هي جدا مهمة بالنسبة للمشتري، لكي يعرف بالضبط ما هي دقائق الأمور. راح نفرض أعزائي المشاهدين أنه أنتوا، وعلى سبيل المثال، أنه لقيتوا العقار اللي يعجبكم، اللي هو قد يكون شقة أو قد تكون بيت أو أي شيء آخر، وعجبكم هذا البيت من ناحية السعر، من ناحية المساحة، من ناحية المواصفات، الأبجريد، الموقع إلى آخره، ووصلنا للمرحلة انه احنا هسه نريد نشتري هذا البيت، ايش راح نسوي؟ راح طبعا انتم راح تحتاجون وكيل عقاري لكي يقوم بعملية وضع الاوفر. الاوفر اعزائي المشاهدين هو هنا بهالحالة هو عرض لسعر وليس عقد، يعني انه اكو بعض الشروط مقدمة من قبل المشتري الى البائع، وبعض الاحيان البائع الى المشتري، انه مثلا الكلوزنج ديت، السعر، بعض الشروط مثل ما قلت لكم، بعد ان يتم التوافق عليها راح يصير، وبعد انه ينقبل هذا الاوفر من قبل اما البائع او المشتري راح يصير هذا الاوفر عقد. بهالحاله ورا ما يصير عقد راح يكون عقد يقسم الى نوعين، اما عقد شرطي او عقد نهائي. بس أريد أحكي لكم ورا ما راح ينقبل العقد إيش راح يصير. لازم يندفع العربون، العربون هذا نتيجة أنه بالفورمز مال الريل استيت يجب أن يدفع خلال 24 ساعة من قبل المشتري، لكن هناك حالات خاصة أنه ممكن المشتري أنه يدفع العربون خلال فترة زمنية على أن يتم اتفاق عليها سابقا. راح نحكي على موضوع العقد الشرطي والعقد النهائي. هسه خدنا نفرض انه العرض انقبل وصار عقد، هناك شرطا رئيسية اعزائي المشاهدين تحدد من قبل المشتري، اللي هي المورجج والهوم انسبكشن. هذول الشرطين هم شرطين رئيسيين لغرض حماية المشتري
من انه يشتري البيت ويجوز بالاخير ما يحصل مورجيج ويروح عليه العربون. فلهذا هناك فترة زمنية وقدرها 5 أيام، هذه الفترة هي مو قانون، هي مو شرط 5 أيام، يجوز 3 أيام، يجوز أسبوع، لأن هو عقد والعقد هو شريعة المتعاقدين. هسه راح نحكي أنه خد نفرض أنه العقد انقبل وتحصل حصلنا المورجج، راح يتحول العقد من شرطي إلى نهائي. شلون؟ اكو فت فورم تسمى الويفر، هذه الفورم يتم من خلالها اعلام البائع انه هذه الشروط اللي تم وضعها من قبل المشتري قد رفعت. يعني شنو معناها؟ انه احنا بما انه دريد المورجج وبما انه عندنا مشكله بالهوم انسبكشن، خلصنا المورجج وخلصنا الهوم انسبكشن، انزالت الشروط. من راح تنزال الشروط راح يصير العقد من سول كونديشنال او شرطي الى عقد نهائي او فيرم عن طريق فد فورم تدعى بالويفر، الويفر اللي هي عمليه ازاله الشروط. بهالايام اعزائي المشاهدين ونتيجه شده الطلب على العقار اللي دا يصير في بعض الاحيان، طبعا هي حاله خاصه وليس حاله عامه، انه المشتري يقدم العرض للبائع بدون شروط. فمن دا يقدم العرض للبائع بدون شروط دا ينطي نوع من المميزات انه هي تفضل عن باقي المشترين، لان هنا بالحالة انه توجد منافسة بالموضوع، فالبائع رح يضطر انه يروح ويا هكذا نوع من المشترين. بهالحالة انه العقد رح يصير اوتوماتيكيا عقد نهائي بدون اي شروط. هناك شرط ثالث اعزائي المشاهدين، في حالة لو انه شراءكم لشقة أو كوندو تاون هاوس، هذا الشرط اللي هو يختلف عن في حالة شراءكم للبيت اللي هو دائما ما يسمى بالفري هولد. هذا الشرط يسمى بالستاتس سيرتيفيكيت. الستاتس سيرتيفيكيت وباختصار هي النظام الداخلي لإدارة المجمع أو لإدارة الشقق أو لإدارة البناية. هذا الموضوع هو مو موضوع ريل استيت، المحامي اللي هو يمثل المشتري هو اللي راح يقرر ويبد بالموضوع انه هذه الشقة او هذا الكوندو تاون هاوس ما بي اي مشكلة. وبهالحالة لما المحامي راح يقول ماكو مشكلة، راح يتم رفع الشرط الثالث بالاضافة الى الشرطين اللي تم التكلم عنها سابقا. ومن راح ينرفع الشرط الثالث ايضا راح يتحول العقد من عقد شرطي الى عقد نهائي ويسمى بالسولد فيرم. اكو نقطه جدا مهمه، انه في حاله المشتري ما قدر يحصل المورجج او صارت اي مشكله بموضوع الهوم انسبكشن، بما ان المشتري قد دفع العربون للبائع، بهالحاله شلون راح يرجع العربون؟ راح يرجع العربون من خلال فورم معين تسمى بالميتشوال ريليس. هذه بما معناها انه العقد هذا اللي صار لازم ينفسخ، فهي عملية فسخ للعقد. ورا ما تتوقع هذه الاوراق اللي هي الميتشوال ريليس راح يفسخ العقد وراح يعاد العربون الى المشتري ويكون كاملا غير منقوص، وبعدها المشتري يقوم بعملية البحث عن عقار اخر. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان اكون قد وفقت. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من فقرة عقارات، مع تحياتي أني وكيلكم العقاري خالد مرزة.
السما لينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خلي يا اسمع من اسمع من وين مع العاد يلا سوا حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا عربية، وبختامها نعلن عن بدء موسمنا الربيعي والذي سنبدأ فيه بالتعرف على المدن والأماكن السياحية المهمة في مدينة تورونتو وضواحيها. أودعكم الآن وألتقيكم في الحلقة القادمة، مع تحياتي أنا مقدمة البرنامج نازك هاشم وتحيات المخرج محمد الجوراني. هذا البرنامج قدم لكم برعاية لقيت لكم البيت اللي تريدوه بالمنطقة اللي تريدوها وبالسعر اللي تريدوه، لكن يجب أن نتأكد من مصاريف المورجج والمصاريف الشهرية
قبل أن نوقع، وهذا الأوفر جاهز.